هذا المقطع توتي ينادي توتي تتوت. هو يناديني، وعندما أناديه بتوتي تتوت يعتقد أن هذا هو اسمي وليس اسمه. بعد ذلك يقول توتي تتوت كتكوت. يفرح توتي كثيرا عندما يرى الضيوف في المنزل. هنا توتي يقول كتو 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 بمعنى دلعوني، يريد الدلع.
أحبتي، نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا ليتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. Yeah.